أعلنت أكاديمية الشرقية للتدريب والتأهيل التلفزيوني والإذاعي انطلاق دوراتها التدريبية المتخصصة بالعمل في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الجماهيري والشخصي وصناعة الرأي، حيث ستنطلق أول دورة في التقديم التلفزيوني للمستوى الأول منتصف شهر كانون الثاني يناير من العام 2020 المقبل. وذكرت الأكاديمية في بيان أن الدورات ستكون بإشراف محاضرين بمشاركة عدد من كبار الإعلاميين من أصحاب الخبرات الطويلة في العراق والوطن العربي، إلى جانب أساتذة متخصصين بالجانب النظري وتطبيقات دراسة الإعلام. وتشمل الدورات التدريبية كتابة وتقديم الأخبار والتقارير الإخبارية، فضلا عن تطوير طرق الاتصال الجماهيري والشخصي بما يوازي سرعة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات باحترافية عالية. وتقبل الأكاديمية المتقدمين إليها من المبتدئين وذوي المواهب ومن أصحاب الخبرات ضمن دورات تقام بشكل منتظم على مدار العام، سواء في دبي أو لندن أو بغداد أو أربيل. وتعد أكاديمية الشرقية للتدريب والتأهيل الإذاعي والتلفزيوني أول تجربة عراقية من نوعها للتدريب والتأهيل المهني في المجال الإعلامي وصناعة الرأي. أكد بيان أكاديمية الشرقية أنه بإمكان المتقدمين من الجنسين التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وتشمل الدورات تدريب وتأهيل الشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل في وسائل الإعلام عموما وفي الإذاعة والتلفزيون بشكل خاص. وتضاهي شهادات الخبرة والتأهيل من أكاديمية الشرقية مثيلاتها التي تصدر في كبريات مراكز التدريب الإعلامي في المنطقة والعالم. حان الوقت لمهارة أفضل وخبرة جديدة في عالم التلفزيون. أكاديمية الشرقية تفتح الأبواب واسعة أمام الطامحين للحصول على المهارة أو تطويرها، مذيعين ومراسلين ومحررين ومهندسين، ليرتقوا بالمهنة الرفيعة للتلفزيون. يجري التقديم عبر موقع الشرقية www.الشرقية-academy.com. أكاديمية الشرقية تمنح فرصة الالتحاق بها من بغداد ودبي ولندن. أفضل الأكاديميين المعنيين بالإعلام وفنون التلفزيون والفنيين في حقول الصوت والإلقاء واللغة والاتصال بالرأي العام ومعرفة التقنيات الفنية يؤهلون المتدربين على مستويين: الأول مستوى المبتدئين الذين لم تتوافر لديهم فرص الحصول على خبرات سابقة ممن يرغبون بالانخراط في العمل التلفزيوني. الثاني مستوى المتقدمين، وهو مصمم لأولئك الذين لديهم خبرات سابقة في حقول الإذاعة والتلفزيون ويرغبون بالحصول على معارف جديدة وإضافية. تمنح الأكاديمية نوعين من شهادات التخرج: الأول وثيقة عن إكمال الدورة التدريبية، الثاني شهادة تفوق، وتمنح للأشخاص الذين يحصلون على تقييم عال في الحقول التي تدربوا فيها. أكاديمية الشرقية للتدريب، فرصة أمثل لصناعة قادة الإعلام والرأي.